يقول الأمة دي تنصر مش ليس بالمال ولا بالذهب، وإنما تنصر بإيه؟ بالرجال، بأبي عبيدة. كل ما يكون في الأمة أبي عبيدة ستنصر بإذن الله عز وجل. فاستبشروا بالخير تجدوه، واعلموا أنه عندكم نعمة. الإنسان لا يدرك النعمة إلا إذا فقدها. يعني أنت عمرك فكرت في نعمة الأذان؟ أنه دي نعمة عمرك ما فكرت. لكن اللي راحوا أوروبا وسكنوا فيها، أنا كنت أشتاق للأذان وكنت أتحين أتصل في وقت الأذان في مصر عشان أسمع وأنا في أوروبا صوت. نعمة محروم منها، كويس؟ الآن في نعمة أنت فيها أنك تستطيع أن تتبرع. أعرف مسلمين عندهم الأموال ويراسلونني، يقول ماذا نصنع؟ أين نتوجه بأموالنا؟ ده في بلاد اللي هي بلاد النصب والسرقة والحرامية، ماشي، بيدولهم عناوين وتخش إلى خزينة الدولة، يدوم عناوين للتبرع لفلسطين، لكن الأموال إيه؟ ما هم سرقوا. ما قالها المتنبي من الأول عشان بس ما أهل البلد دول ما يزعلوش مني، هقولها على لسان المتنبي. قال: نامت نواطير مصر عن ثعالبها وقد بشمنا وما تفنى العناقيد. الثعالب شغالين من أيام إيه؟ من أيام المتنبي. وقد بشمنا وما تفنى العناقيد. كل وكلك مكان ومصدر وجهة موثوقة وإخوة أفاضل تعرفهم وتستطيع أن تقدم ما لديك، هذه نعمة غيرك محروم منها. فقدموا لإخوانكم، ولا تنسوا سلاح الدعاء، ده سلاح مهم. لكن مش كلنا هيبقى في سلاح الدعاء، في ناس عندها أسلحة أخرى. فاستخدم كل ما لديك من أسلحة: الكتابة، التذكير، النشر، التبرع، الجهاد المالي، التبرع بالدم، تبرع بكل شيء ما تستطيعه. الدعاء لا نغفل عنه، فلأن الدعاء يصعد إلى من بيده النصر، وما النصر إلا من عند الله، يصعد إلى من يقول للشيء كن فيكون. أسأل الله تعالى أن يجعل لنا ولكم نصيبا في نصرة هؤلاء المجاهدين. اللهم انصرهم بنصرك العزيز. اللهم انصر المجاهدين في غزة، وأيد عبادك في فلسطين، وكن لهم نصيرا ومجيرا ومعينا. فقد عز النصير وقل المجير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل.